معالي الوزير أكد أيضا أن هذه الانتخابات تميزت بأن الناخب كان المحور فيها، حيث أنه كان من يراقب ويقيم وصوت بناء على ذلك. كان هناك بيئة قوية للمنافسة، بمعنى البيئة نفسها صالحة أن يكون في منافسة قوية ما بين العديد. لقينا بعض الدوائر يصل فيها عدد المنافسين إلى 17. كان هناك غياب للفتوى، لا يجب عليك أن تشارك حتى تدخل الجنة، ولا يجب عليك ألا تشارك حتى تدخل الجنة. فكان في تجنيب لهذا الموضوع، والناس شاركت بما يمليها عليها مصلحتها التي تستشعرها في هذا الموضوع. كذلك أهم شيء يمكن في الانتخابات هذه هي مسألة محورية الناخب، بمعنى أن الناخب هو المحور، صار يقيم المترشح، صار يحاول أن يهتم بمعايير الكفاءة، أن يذهب إلى الأجدر. ويمكن هذه الانتخابات بالفعل كانت واضحة يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، في كثير من أحاديث الناس مسألة التعاطي مع هذا.